الكاميرا تاني. ليه هو انتوا اشتريتوني؟ طب انا طول ما الديزل معاك اعتبري نفسك في السيف سايد. كات! حد ديل مين يا استاذ؟ بلغوا رمضان ان احنا جاهزين يا جماعه. بص يا بابا، انت معلمه وبتتكلمي وانا واقف. مغير عشان ده لبس الشخصيه، ما بحبش اتصور بيه. طب حضرتك ممكن نتصور بالنص رمضان؟ نتقابل في المكتب بعد كده. خلص تصوير واطلع المكتب على طول. مش عارف انتوا مستحملين الحر ده ازاي يا شباب. يا كيمو! جه القولون منكم يا جدع. فين قبضي؟ فلوسه وعربياته؟ ربنا يكرمك كده يا ديزل واشوفك زيه. يا عم انا مش عايز ابقى زيه يا عم. رول كاميرا اكشن. علشان انا عملت كل ده مكانك. وانا عمري ما استغنى عنك. بص يا ديزل، دي صورت معاك كينج. يا ابن اللعيبه شفته وحطيت ايدك على كتفه؟ الراجل ده انا عمري ما اشتغلت معاه، نفسي اشتغل معاه. امال فين صورتك مع دنيا الصياد؟ حطيت التليفون في جيبك. تعرف بقى ان هي اللي وعدتني انها تصور معاها. وعدتك مره واحده كده؟ وهي يا ابن الوطية. ده انت بعتني لما شفت النجم. دوبلير ناصر. انا بتنزل دوبلير نمبر 1. انتوا عايزين الصورة كده. واد شقلب. في الاخر مش عارف تسوق حتة مكنة. يا عم روح. انا مش عارف. سيب الله خضبني عليك يا ديزل. والاستاذة دنيا الصياد. انا جاي لك من نفسي. كمان. انا فكرت تسال عليا. الحادثه دي كان المفروض ما تسيبش دراعك، كان المفروض تقطع لسانك المتبري منك ده. ظابط انا معاون اسم من بابا صاحبي. معاون اسم من بابا صاحبي؟ انا غلطان اني بتكلم. اتقتلت. كان في اي مشاكل او خلافات بينك وبين القتيله؟ هل حضرتك بتعاملي كل الوجوه الجديده زي اخواتك؟ لو ما ابتديت في الشغلانه دي. خرجتي وراهم امبارح ليه؟ وده مش هدف. قمت وراهم ما لحقتهاش، رجعت تاني. يا ترى بقى الناس اللي هناك مش هدف النصيب. خلاص بقى يا عم ديزل، بقى يجوز عليها الله الرحمه. عندك حق، الله يرحمها. دي لحساب المستشفى تتعمر عليا. يلا روح للي مشغلك عشان ما تتعوقتش. يا بقى هكسبنا انا في الحاله دي؟ اسيب مين؟ ما الليلة كلها رجوله ده عمان. اغلبها لبعضهم يا ديزل. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي، بس لو هتسافر. قول بيعرف. لو علق بعد ما عرف يبقى بسالي. دول يطلعي خد الدوش بتاعك. ايه اللي جايبك غيرنا؟ خرب بيت غتتك، انت اكيد انتاج وربنا يا ابني طلبه. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول. ديزل، هما مش الغلابه لبعضهم برضه؟ عرفت الجبز؟ مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا الصياد. كده ليه يا عماد؟ نصيب. افتح الفيس واعمل بحث. عشان دول لبسوا هدمة نظيفة بدل هدوم الوكالة اللي بلبسها لهم. مجنون؟ في حد ابوه قتل هيعيش عيشة نظيفة في البلد دي؟ امهم هتبوه ما تقول لهم ايه؟ هينسوا.
هتحنن الدنيا عليه. قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله يا استاذه كان عليا الظهر يوم الاثنين قضى ان شاء الله. اها يا استاذه انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومه مرني مش جايبه همها على الاخر يا استاذه. يوم و10 لا في الخدمه. مساء الخير يا استاذه. معلش الواد السواق اللي انا كنت واعد حضرتك. يا تامر شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله. بعرف السواق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب؟ شوفوا سوا ان شاء الله. استاذه انا في ما ممكن اروح اسكندريه مرشدير. عايزك تبص في الفيلم. الظاهر ان انا عرضتها زياده عن اللزوم. طب بما يرضي الله بأمانة ربنا، عمرك شفت الركنة دي في فيلم؟ والله ضحكتني وأنا ماليش نفس أضحك. أمال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا أستاذة؟ إشمعنى؟ والله العظيم من أبسط نعم ربنا عليكي، واحدة زي أختي دي، ما تحبش حاجة. إزيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وأنا في البيت وركبت شغل. نعمة لا تباع ولا تشترك. نعمة هي دي الدغمة عليها حب بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت عفاف. عفاف امسك يا اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. طب امها. ايوه يا بنت هي بجد مش مصدقه. انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم ان شاء الله ممثله زي واخوكي هيوافق. ده انا اكسر دماغها يعني. بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجه. بكره ان شاء الله. بكره فرصه سعيده. هلا يا استاذ. بعد اذنك مول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلقني. معلش يا مول. دنيا الصياد الممثل يا بطه. انت يا مثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين؟ الله ينتقم منك يا ام بطه. اهو حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ام بطه. فيك بس ما تخافيش خليكي هنا. انا لو عليا احتجت لكن انت بقى لو رجعت كلام اعيش لك خدام. افتكر حياتك دلوقتي. الهجريه ديزل فيها يا جدع. هو احنا هناكلها فواحده. افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس في جنينة البساط مش هينفع مع ضيوف. بص هنشوفها ونلف. افهموني يا ناس اسمعوني. بيت من تحت مش هي دنيا الصياد. هي فيها شنب منها بس. زيك زيك زيك. ده الحك. هنمسك نفسنا هنتكلم. بس يا استاذه انت تعرفي كثير. اللهم اجعله خير. امال ايه ده ملجأ ده ولا ايه؟ لا مش ملجأ. هبعت لك عنوان بيتي في ماسن يا ديزل. ده شكرا لك انت ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زهر الدنيا. لا هندفع يا راغب. كان لازم تسمعه. برضه لا. لما امشي يا خيارتك كنت زعلت. افكر في اللي انا قلت لك عليها. يا ما ترجعي. طب ما تسيبني ارجع. دلوقتي لا. قصدك زمان ممكن امشي؟ دي اصغر شاشه عندها يا بنت. ده عندها سيما صيفي في الجنان امريكا ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. امريكا مره واحده. هم ليه؟ وامك طلعت اكلت ام حسام وباعت ذهبها وسافرت امريكا بجوز وبدات في امريكا من تحت السلم. كلت من الزباله اكلت ام حسام على بنطلون. ماما قلت لها وين اللي وقف جنب اخوك؟ انا اداني شغلني فعلا دوبلير اول يوم بهرت المخرج وعرفنا على ايدي ميرفي. هم دول كانوا في نفس المنطقه، منطقه خاصه بالنجوم بس. هوب الحكومه طلع مش رجوله معايا. بعت له رساله وانا في الاسبورت قلت له انا في شده
وقف جنبه ينفع اسبيل اللي عمل ويل. وهو قال لك ايه؟ قال لي ويل يا ويل تنزل. ما كفايه نت وعدني. مش هوصيك؟ ما تقتلتش ندى، انتحرت. البوليس هيربط يا راجل. ايه العلاقه؟ هتبقي احسن لما ترجعي. وان ما رجعتش الشد بقى مش راجعه المره دي. عارفه ان دي مش اول مره بس اخر مره. انت ايه اللي انت عملته ده؟ وانا جايبه سواق ولا بلطجي؟ امال عايزاني اعمل ايه يا استاذه؟ وش الماو ما شاء الله عليك ست طول الشغل. وبعدين انا جت عليكي؟ ده انا بيتشخط فيا من يوم ما اتولدت. ادي لي انا. انا ممكن اسرق دلوقتي. حلاوه دي. استني يلا صلاح. يلا اتفضل يا ريس. واحد اول مره. انا لبني لو احمد بيحبني زي ما هو. انا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. اديله فرصه جربي. اعرف ايه نظامها وبلغني قبل الكاستنج. مين الاخ؟ مبسوطه عفاف؟ ما اتبسطت. نفسي ما اروحش منه. ماشي يا نجمه. خايف عليا؟ لا مش خايف عليك. عفاف انك اتصلتي يبقى عرفتي من الاخ. انا برضو فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تبقى انا جاهز. انا ما عنديش استعداد اعيش مع واحد بيشك فيا ليل نهار. انا هقول له يطلق. برافو. ما يتقلهاش برافو، الله عظيمه. اسمك ايه قلت لي؟ اتحرك يا بابا. طب انا كنت بستأذن حضرتك بس هنزل القاهره صد رد. ظرف هنا مش عارف انزل. فبستأذن سيادتك بس تخلي بالك منها. بصراحة أنا ما كنتش أعرف موضوع الشرب ده. أنت كنت. أنا بقى عكس الناس كلها. عكس شكلك من بره خالص. كان بيعشق التمثيل. كناش بنعمل حاجة غير إن إحنا بنجري ورا حلمنا. أطيب قلب ممكن تقابله في حياتك. قرر يساعدنا لحد ما اكتشفناه على حقيقته. كان اسمه علي. لحد ما موتوا انا ما قدرتش اعمل له اي حاجه. لعبت ايه وبتقولوا ده؟ امال ماجده ماتت ازاي؟ ماجده ماتت عشان في ايه؟ بلغ فايز. لو وقفتي لحظه علينا ليه؟
عفاف مش اختي. طلي نار يا فايز، البنت ماتت. ما تحسست بتاعت الدرع. ما قتلتهاش. اللي كنت بتتفرج عليه والكلاب قاعدة بتاكل فيه وما رضيتش توقف اللعبة. ولا كنت عايز تتفرج على الكلاب بتاكله؟ ولا كنت عايزه والبزنس فيه خسائر وقصاد ده أنا فاتح لك حنفية فلوس ما الزهق يا راغب. مش كلامك ده برضه. الأغنية زهقانين أوي يا فايز. أوي. عندهم زهقانين يا حبايبي. احنا بقى هنخليهم يشوفوا تفتكر الاغنياء الزهقانين دلوقتي اكتر بكتير زهقوا يا راغب زهقوا من رصاص التخدير جيبوا لهم بعدين انا ما عملتش كده في اي حد وقبل ما تنام راجع حساباتك هتلاقي كل حاجه مترستقه وزي الفل انا اسهل تحموه بطل تمثيل بس انت تقول لي كفايه لحد كده انت باللي فيها ونتجوز مش بالسهوله دي عارف. يعني معرفتك قبل ما تعرفيني اتفرد على ظهر ناس كتير وبعد فاش تبقى معايا انت ينفع تبقى حبيبي عفاف بنت يا عفاف مش انا جاي ضيف مش مده ده الثقه دي كلها فك منور عندنا في ارشيف الامن الوطني ممكن يا باشا اعرف مظبوط يا باشا دي اول خطوه وانا اشرح لك بالظبط تعمل ارجع كما ولدتنا امهاتنا مش مضروب فينا نفك الملفات بتتمسح بس اللي عارف يخوف قوي وانت تخاف من ايه هتعمل انا هعمل لك اللي انت عايزه مش هلوم كده افعلي عشان عارف انك بميت راجل بنت عفاف بجد يا امه دي تعملها لك على طول لا رحمة راحت للي خلقها ماما احكي حوالتي يا
ازاي سبت الهنم تسوق على طريق زي ده لوحدك؟ سبتك اخو الهنم؟ يعني انت بطريقه وحشه، ما انا غصب عني هتحمي لك. اديك عرفت. يلا ننام. راغب، انا مش مستحمله ضغط اعصاب اكتر من ممكن لو سمحت. انت بقى زين؟ انت مخرج؟ لا، بنجو انا اللي بديره. ريجيسير يعني. فكمان بتدرجي معايا ف ولا بتكلم معاك. امال احنا بنشتغل مع بعض، انت مش متخيل موضوع فقدان الذاكره ده صعب قد ايه. الراغب هيقول لك على كل حاجه. انا ما اعرفش علاقتي بيك ايه. هو انت خايف ان انا اقول له ولا حاجه؟ انت هتقول لي سر يعني؟ انت مش بتطيقي اصلا. شفت بقى انا كنت حاسه ازاي؟ انا افتكر. طبعا يساعدك جدا كمان، محدش بيعاتبه خالص. دي صورة ايدك، شوفها كويس عشان هتوحشك. انا مين؟ انا الديزل ديو القانون. انا مدي اكتر واحدة عارفة ان انا لو فتحت بقي هيموتوني. هبدأ من اصغر صبع في ايدك اللي يدين راغب. اللي يدين راغب. كلم. تتكلم ولا مستغنى عن اللي هتكلم. كمل. انا عبد المأمور. كلنا عبد المأمور. اتصورت في غزمتي اللي لم يغلق. كم رقم الخزنة؟ 1-3-6. خليش الانتقام يعمي. العدل. ليه عملت كده يا ديزي؟ ليه حد بعد ربنا غير امي وهي؟ ما قدرتش اسامح. تعمل اللي انت عملته، خاصة بعد ما بقى معاك دليل. منايا، بس انا مش عايزاك تبقى زيهم. انت تعرفي انا مش راضي انام غير لما تيجي انت. انا اعرف افتكر. طب راح على نفسك عشان ما تتعبيش. طب انا وانت عرفنا بعض ازاي؟ في المكتب اللي انا كتبته باسمك دلوقتي دي كاستنج اخر مره. وايه اللي خلاك تحبني؟ أمه كانت عيانة وكان محتاج فلوس بأي طريقة عشان يلحقها أي حاجة. بس للأسف أو من حظي أنت تقدري تحبي. منيت إن الحب ده اللي أقدر عليه عشان أحقق لك حلمك. دنيا الصياد. أنا همشي وحاجي لك بكرة. تمشي؟ أنت من أهله. انا ما اتفقتش معاك على كده. يا نهار. طب اسمع بقى يا ديزل، انا دوري اللي انا ده مش حل يا ديزل، ده انتقام. ايوه وصلنا لها.
مؤمنة اتقتلت. أنا مش رأي. ولما يطلع النهار أنا اللي كلمتني. ده حاجة وشميلة. بس مفيش حاجة اتحركت في المكان ينفع أقفوه عليها. طب. بقولك يا حبيبتي ما تعرفيش فين عصاية البيسبول اللي انا كنت ده. يعني ناسية كل حق العصاية اللي انا اديتها لك بعد ما الله يرحمه مات؟ اطلعوا خدوها. لقيت الاستاذ راغب ومعاه كذا واحد كده خارجين من باب الفيلا وكان معاهم الاستاذ والتليفون وقع جنبها. وفي ايه يا دين؟ مفيش حاجة. ما عرفتش هتقولوا ليه؟ انا فوق. تكيل على العنوان اللي هبعته لك. اقفل يا باشا عشان ما تجرمش دقيقة. يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يلا. وما تقلقش يا باشا. الفيديوهات اللي معايا اللي هبعتها للحكومة لما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل عم. عند اللي خلقه كمان كمان اديني جبتك في المكان اللي قلبت الدنيا عشان توصل له. اسوا ايه زي الوقت يا دي. تاني اجري. Come on.
خلاص مش جاي معاك تاني. الجربوعة اللي بتتكلم عنها جايز كسوة الدنيا كلها. لأن كده كده ميت. هما مش الغلابة لبعضهم برضو ولا ايه؟ ده لازم مش عارف اقول. الأستاذة ده الدنيا بنفسها. الله يسلمك أستاذة والله. ربنا يخليك. دخلت التاريخ. ليكي حق تقولي بطل رخامه. الله يرحم ايامك يا ديزل. بتاعك جه سواء بتاعي ليه يا ديزل؟ وانت مش شغال معايا ديزل وانا جنبك يا استاذ. اللحظه اللي هتفكري في ديزل هتلاقيني قدامك. اشوف وشك بخير يا استاذ.